اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. نرجو رحمتك نرجو رحمتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أسلمنا نفوسنا إليك ووجهنا وجوهنا إليك وفوضنا أمورنا إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وأصلح ذات بينهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة والرحمة والرأفة، وقهم نزغات الشياطين وخبائث المفسدين المضلين، وارزقهم الثبات على الدين وعلى ملة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. يا قاضي الأمور يا قاضي الأمور يا شافي الصدور، يا نسألك يا من تجير بين البحور أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. يا عزيز يا غفور يا عزيز يا غفور. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. ونسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم
والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والشرك والفسوق والنفاق والشقاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيئ الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء يا رب العالمين. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، ونجنا من كرب يوم القيامة، وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم أنت الوهاب، أنت التواب، أنت الغفار، أنت الغفور، أنت الرحيم، أنت اللطيف، أنت الودود، أنت الكريم، أنت الكريم، أنت الرحيم. أعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وقرابتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك ومشايخنا وعلماءنا. اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم أعداء المسلمين. اللهم انقطع الرجاء إلا منك، وخابت الظنون إلا فيك، وضعف الاعتماد إلا عليك. اللهم نجي، اللهم نجي المستضعفين من المسلمين من عدوان المعتدين وكيد الكائدين يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده وجميع ولاة أمور المسلمين لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر.